هنا، حط انت هنا. هلا والله يا ابطال. النهارده بقى يا اخواتي جالكم تحدي حرفيا هيكون اصعب واقوى تحدي هيتعمل على اليوتيوب بجد، والتحدي يا جماعه حرفيا وجع قلبي وانا بتكلم معاكم دلوقتي. اكيد بتسالوا الحسين فين، الحسين مش معايا ليه في الفيديو. الحسين يا جماعه واكيد انتوا عارفين مين اللي عمر شاور. وعمر شاور يا جماعه كلمني وقال لي في خلال 24 ساعه لو انت لو الدرع مكانتي عندي انا بقى يا جماعه بتحدى نفسي وبتحداكم وبتحدى اي حد ان انا هلاقي الحسين في خلال 24 ساعه، ومن دلوقتي انا هطلع واجيب الحسين ان شاء الله. المشكله يا جماعه ان شاور متهور وممكن يعمل حاجه في الحسين، ولكن انا اوعدكم ان انا باذن الله هجيبه سليم وانتوا معاه في الفيديو وهوثق خطوتي لحظه بلحظه. ويا شاور حرفيا باللي انت عملته ده، لان ده مش طبيعي. ايه ده موضوع الدرع؟ الموضوع ده حاجات بسيطه، لكن تخطف حسين انت كده هتزعل جدا. وقبل ما نبدا التحدي يا جماعه ما ننساش بقى نصلي على النبي وتدعوا لي الال حسين، وان شاء الله يكون بخير وهيكون بخير وهجيبه حتى لو في بطن الحوت هجيبه. يلا بينا يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه بدا الوقت ورفض هيدور معانا علشان باشا اتخطف من قدامه وما عرفش يعمل اي حاجه، وكمان معانا عبد الرحمن بيصور. عايزك توثق كل حاجه لحظه بلحظه، اتفقنا؟ اطلع بسرعه بقى، مفيش وقت مفيش وقت. انا طالع فوق اجيب الحاجه اللي هجيبها علشان اخلص كل حاجه واخدها معايا، مفيش اصلا معانا وقت. يلا يلا مفتاح فين؟ ازاي تفتح بسرعه؟ المشكله ان انا مش عايز اعدي دقيقه واحده علشان كل دقيقه بتعدي خلاص. حسين اخلص بسرعه بسرعه، الشنطة بسرعة الشنطة. طب لما تلمع الكسر تخليه يجيب الحاجة مع الحسين أولى، ما أنت هتستعين الحاجة تعمل بيها إيه؟ هات هات التليفون في إيه؟ أنت معاك حق. دلوقتي يا جماعة إحنا رنا على الكسر أهو علشان نجيب الدرع، لازم أشوف الكسر يجيب الحاجة عشان معلش دروع أي حياة حسين أهم، وأنت عارف شهور أهبل. إيه؟ اضغط رقم واحد لإرسال ميني. لا مش وقت، رني تاني. الرقم المطلوب مغلق أرضي متاح، اضغط رقم واحد لإرسال. أنت متفق معاه؟ يا عم متفق معاه تعبيط. أرضي متاح. الكسر مغلق. طب هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ المفروض لما الكسر عارف إن الحسين خطف ياخد الدرع يديهولنا عشان نوديه يا عم. مش المهم بقى يا جماعة إن أنا معرف اسكندرية والمناطق المجاورة كلها، إن لو حد عرف مكان شاور فين يبعت لي فورا أي رسالة علشان أروح لشاور أو يبعت لي لوكيشن اللي أكون موجود فيه. فأنا من دلوقتي هتحرك وكل الإخبارات، وفي رسائل كتير جدا بدأت تجيلي على مكان شاور. دلوقتي هننزل نتحرك ونروح المكان اللي هيكون في شاور دلوقتي حالا إن شاء الله. وأنا مش عارف الكسر فعلا ما بيردش ليه، يعني أنت الكسر عارف إن الحسين اتخطف ومش عارف تبعت لي أي حاجة وتديني الدرع أروح أديه لشاور مثلا؟ هو شكله متفق مع شاور كمان. يا عم بلاش تهتم بقى أنت كمان، هات شنطة جايز حاجة بسرعة. المشكلة يا جماعة إن كل دقيقة أو كل لحظة بتعدي خطر على الحسين، وأنا مش عارف الأهبل ده ممكن يعمل فيه. عايز أقول لكم إن إحنا بلغنا عن شاور، لأن إحنا ما ينفعش نعمل أي حاجة غير ما نبلغ الحكومة. إحنا بلغنا وكده كده إحنا برضو لازم ندور عليه، يعني إحنا بنساعد عشان ده ما ينفعش، لأن أي حركة زي دي ممكن تحصل لازم تبلغه فورا. أنا دلوقتي مش فاهم إزاي يجيلك القلب ويجيلك الجرأة إنك تكسر الباب أو أيا كان دخلت إزاي وترش على العيال حاجات تشيلهم. يا جماعة كانوا مترميين على الأرض، أنا طالع من الحمام لقيت رفض مرمي كده على الأرض والحسين متاخد، مع ان انا لو كنت بهزر اقول عامل في مقلب ان احنا نروح في مكان جنب شاور. احنا فعلا في المكان، احنا في المنطقه اللي هيكون فيها شاور، عشان كده الموضوع هيكون سهل علينا ان شاء الله ان احنا نجيبه. طب استنى هجيب حاجه والله اضربه بيها. تضرب مين؟ تضرب مين؟ هات هات. وانت مش شايف ما هو مش خاطف الحسين معاك ارنب يعني؟ يلا يلا ماشي وريني بقى نفسك بسرعه. استنى 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 الحق الكابتن شاور على اللوكيشن ده في عماره 86. تعالى 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 دلوقتي يا جماعه. عايز اقول لكم ان شاور اصلا كان مفيش اربع كاوتشات في العربيه، كان مخليهم على الارض زي ما انتم شايفين عندكم دلوقتي. تعالوا بسرعه عشان نلحقه، هو هناك دلوقتي. احنا لازم نتحرك على هناك دلوقتي. رفض ايه؟ انا عايز تركيز يا رفض، ما توديناش في داهيه. حاضر والله. بس على فكره انت لو كنت اصلا لو انت كنت ذكي كنت صوتت عملت اي حاجه كنت طلعت لحقتكم. ما هو اول ما دخل رش البتاع ده هو مش عارف، انا ما حسيتش بنفسي لما انت واقف قدامه اصلا. ان شاء الله. لا 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 شوف اللوكيشن اللوكيشن اللوكيشن. لوك على فكره يا جماعه المكان قريب جدا من هنا. المكان قريب جدا من هنا، بس ان شاء الله الاقيه هناك. قسما بالله لما امسكه هموته. ايه ده الاخير عيالة؟ دلوقتي يا جماعه ما بيني وبين شاور
تلت ساعة بالظبط. ماشي يا شباب. المشكلة اللي مضايقني القيصر. يعني القيصر أنا عمال أرن على القيصر ما بيردش عليا، وأنت عارف إن أخويا مخطوف. يا ريت ما بيردش، ده قافل الموبايل. بس بصراحة والله العظيم أنا خايف، ممكن يكون معاه بوتيجارد، ده اللي هو بوتيجارد اللي هما دراعه عامل شبه دراع ورك الجاموسة ده. والواد اللي معاهم الواد اللي اسمه عسكر ده ولا اسمه ده، والواد العجل اللي هو التخين ده، والله العظيم لو مسكته في ايدي ده هو اللي هو اللي بالذات هو اللي زقانه وقعنا على الارض. وعلى فكره والمصحف لمسكه اللي ما تسوقش يا كابتن بالراحه، انت كده هتموتنا. في ايه؟ ولا مين اللي بيرن؟ الو، انا بس وانا اكون عندي. انت شفتهم؟ طب تمام قوي، يلا سلام. كويس قوي، تسلم تسلم حبيبي، على طول اكون عندك. سلام. دلوقتي يا جماعه مكلمينه اقول لهم هناك دلوقتي حالا، وهنحاول ان شاء الله. عاملين نفسي فيها سبايدر مان. يلا يا رب تنزل. انزل انزل انزل، احنا وصلنا. يلا بسرعه عشان ده في عماره 86. هي دي العماره اللي بعت لك عليها اللوكيشن. انا دلوقتي عرفت مكان الشقه فين بالظبط. بص بص، انا هستناهم هنا عشان هم نزلوا، ولو هربوا منك استناهم. ايه؟ والله شويتك خالص. تعالى تعالى شويه. نفس العماير ونفس المكان احنا كنا واخدين فيه بالظبط، نفس العماره بتاعتنا اللي احنا كنا واخدين فيها شكلها بالظبط. فكره كلها ان احنا اصلا انا كنت عارف ان شغلك كان موجود، انا كنت جايب حسين وعارف في مقلب ان احنا هنا. شاور بقى قلب علينا. ايه ده، انت مش واخد بالك ان رقم الشقه نفس رقم شقتنا؟ شكله وسط. شكله وسط. استنى كده بيه. هو افتكرته من المصحف. هو ده اهو. هو ده؟ ايوه. هي بتاع شاور؟ ايوه. ما هو مش اختفى منه بقى، هو اكيد هنا. استنى 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 استنى، تعالى 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 تعالى. انت يا نجم اصحى. تعالى يا قلبي، تعالى يا روح قلبي. قول لي دلوقتي شاور فين؟ معرفش. بعد اذنك رفعت اقف هنا. تعالى كده اقعد، خد يمك كده. بكل ادب يا روح قلبي، شاور راح فين؟ طب احنا دلوقتي بنوثق كل حاجه. تمام. هديك حاجه حلوه، هديك 100 جنيه. هتطلع على التلفزيون وبابا وماما يشوفوك، هتبقى حاجه حلوه. هديك 100 جنيه. ما افتكرش. 150 جنيه. بسرعه عشان مفيش وقت بقى، مفيش وقت. ما افتكرش. 250 جنيه. ما افتكرش. 350 جنيه. ما افتكرش. 400 جنيه. لا تفك. 500 جنيه. اخلص. هقول قول. شاور وعسكر. شاور وعسكر لما كانوا خد حسين. ايوان. هم فين؟ فين؟ انا ما اعرفش. هتستظرف وحياه ربنا هلبسك البامبوز. اخلص. فين؟ ما افتكرش. 1000 جنيه مادي. قول لي بقى مكانهم فين. البحر بيقف عنده المراكب والاختات اللي هو اللي هو المراسي المرسى بتاع اليخوت. ايوه انت صح. سني كده، انا عملت اللي علي دلوقتي يا جماعه. انا ما رضيتش اذيه عشان هو طفل صغير، بس مرسى اليخوت، مرسى اليخوت ده فين؟ ده بينا وبينه 10 دقايق بالظبط. بسرعه بسرعه بسرعه. بحس على جوجل بيننا وبينه بالظبط 10 دقايق. 10 دقايق يعني مفيش وقت، يعني مفيش وقت. اخلص. بيننا وبين 10 دقايق بالظبط. دلوقتي يا جماعه عندي مكان اسمه مرسى اليخوت. مرسى اليخوت ده عباره عن هناك مراكب وشويه حاجات، وان شاء الله الاقيه هناك واجيبه من هناك باذن الله. ايه ده بس يا شاورجي اللي انت وعسكر العيك ده، انا همسككم ومصحف. ماشي. دلوقتي يا جماعه مفيش وقت، المشكله لو الشمس غابت يبقى كده شاور حق اللي هو عايز يوصل له. طب احنا هنلاقيه ازاي عند مرسى اليخوت اللي انت رايحها دي، واحنا ما نعرفش مكانه اصلا فين بالظبط؟ ايا كان هو طالما عند مرسى اليخوت يبقى تلاقيه في اي جزيره هنا ولا هنا في البحر.
فاحنا هنركب حاجه ونحاول نوصل له، نركب له حاجه في الميه ونحاول نوصل له، كده كده هنجيبه ان شاء الله. انا بس خايف ليكونوا حسين ولا ضربوه ولا حاجه، دي كلها والمصحف اموتهم فيها. ايه ده شويه يا عم، كنت عملت حاجه، ده انت بارد. وهنا هو ده المكان، هو ده المكان. يلا بسرعه هنروح منين؟ يلا الشمس تغيب بس. بروح هناك اول واحده انضرب، انا بقول لكم افتكروا بس الكلام ده كويس. ودي بقى يا جماعه منطقه اليخوت اللي هو كان بيقول عليه. بقول لك ايه، بقول لك ايه، شوف على صورك قد مركب بوليس الجري. طب بسرعه بسرعه، تعالى فين المركب بتاعه؟ ايه برتقالي برتقالي بسرعه بسرعه. هو ده هو ده المركب. ايه هم مخبيين وقاعدين جوه؟ يعني ممكن تكون في المنطقه دي اصلا؟ تعالى تعالى ضرب. انا عارف يا حسين. دلوقتي يا جماعه احنا بنوثق كل حاجه علشان تبقوا انتوا شايفين، بنوثق من هنا ومن هنا دلوقتي. ايه بتدور فين يا ابني؟ انت خايف يا ابني؟ تعالى تعالى تعالى. لا طب تعالى نروح الجزيره اللي هناك دي بسرعه. تعالى تعالى تعالى، ممكن تكون هناك. يلا يا ابو علي اقعد. يلا استنى، عاوز تهزر يا نجم. بص يا ابو علي اقول ايه ده؟ معلش دي بقى هزار يا شار. بتهزر؟ بص يا حسن، ما انت هزرت وخدت الدرع. عمال من الصبح عمال يبرد يا عم دلوقتي. يا عم علي هو هزار يا عم، تاخد الدرع يا ابو علي، ما هو ده مش هزار برضه. يا عمرينو يا عم، الناس بتقول يا عم انت مضربه ليه يا عم انت كمان؟ انا ما ضربتش حد اصلا خلاص. بص يا ابو علي يا عم استنى استنى استنى، اقعد بتروح فين انت كمان؟ وبمشغول ستوب. الدرع فين؟ هسيب لك الراجل ده، مش هتقول الدرع فين؟ هندور دلوقتي. ولو العركه ابتدت انت اللي هتدفع. يا عم اسكت يا استاذ. يا عم يبقى ندور العركه. يا عم اسكت يا عم، اتكلم يا عم. بص مين بيقول لك هدور العركه؟ يعني كل ده عشان الدرع يعني؟ اه طب الكبار يتكلموا. يلا 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 اسكت يلا يلا فيت اسكت يلا. بس يا ابني فاضي من هنا، لو ما جبتليش الدرع حسين مش هيمشي من هنا. يا عم انا كلمت قيصر، انا كلمت قيصر عشان اجيب لك الدرع، والله العظيم رنيت عليه قدام الناس. وانت اي حد يقفك كده؟ بص يا شاور بص يا شاور بص يا شاور. انت عايز الدرع يا عم؟ رنيت لك عليه يا عم. يا عم رنيت لك عليه عشان اجيب لك الدرع. واو بعدين هو الدرع عندي اهم من حسين يعني؟ ما ماليش فيه. عايز تاخد الجثه دي المكمكمه دي؟ هات يا عم. لو عايز اخد اخد غصب عنك ما تتلككش. لا 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 فكك بكام. بص بقى يا ابو علي، انت جاي تقول انت الفا بالكلام ولا هتعمل؟ بص بس اسمعني بس كده يا عم، احنا من طنطا. هو انت بتكلم الكلام ده ازاي؟ ايه ده؟ ايه عليك؟ قول ايه ده؟ بص يا ابو علي، عايز تدور هندورها، شوف انت عايز تيجي ازاي. بص 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 الحركه اللي انت عملتها ما كانتش كويسه، بس مش مشكله. واللي انت عملته ان احنا الدرع طول عليك وانت عملت كده، يعني ايه اندفاع مش اكتر. واحنا اصحاب شاور، عيب يا شاور. ماشي الدرع فين يا ابو؟ بص يا باشا انا قيصر. يابا انت على راسي بس. عارف ان حسين ولا رن عليا ولا كلمني ولا عمل اي تصرف؟ ماشي وانا شاغل باله بيكوا يعني؟ مش شاغل باله. برن عليه الباشا مقفول. ما هو ايه المتوقع منه؟ برن عليه الباشا مقفول ما بيردش. عيل حرامي عايز منه من حرامي يعني. المهم 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 انا دلوقتي وعدي مني هاخدك ونروح نجيب الدرع ده، مش عشانك، عشان انا. انت تبعي يا عم. خلاص اتفقنا؟ ماشي. صب لبن يا عم. ماشي. طب ولو ما جاش يا حسن؟ يا ابني هقول لك على حاجه بقى مهمه جدا. القيصر بكره الساعه 6 انا هسلمه لك. ايه يعني هو عارف مكانه قمر وسيبنا كل ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ دلوقتي خلينا نتكلم في المفيد. خلاص بكره يا عم.
الحريم تسكت. طب كلم بقى. بكرة الساعة 6 هتسلمني القيصر يا حسن قدام الناس. بكرة الساعة 6 هسلمك القيصر. اتفقنا؟ بكرة الساعة 6 خلاص بقى. اهو عشان لو ملصت مني. خلاص. بالحضن يا فواز. عيني زعلة ده انا بقول لك يا عم. يعني هنعتبر ان الشورجية والابطال اتحدوا لحد ما نجيب القيصر. وطالما وصلت لاخر الفيديو سلام عليكم.